أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. جددت وزارة النفط الحالية تأكيدها بعدم وجود أزمة في الوقود، مشيرة إلى أن عقوبات تنتظر المحطات الأهلية المخالفة. وقالت الوزارة الحالية إن بعض أصحاب محطات الوقود الأهلية يفتعلون الأزمات لأهداف ومصالح ضيقة. هذا واستفاقت المحافظات العراقية الأربعاء على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل إثر قرار لوزارة النفط الحالية، مع تزايد السخط الشعبي للوزارة وإجراءاتها بسبب تكرار هذه الأزمة بين الحين والآخر. كشفت هيئة النزاهة عن استرداد أكثر من 3.5 مليار دينار عراقي كانت غرامات مترتبة على أحدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في محافظة واسط. وقالت هيئة النزاهة إنه لوحظت مخالفات منسوبة إلى شركة نفط الوسط حقل الأحدب النفطي بخصوص تأجير وتشغيل مضخات غاطسة وعدم استيفاء مبالغ غرامات مستحقة الدفع من قبل الجانب الصيني المشغل للحقل لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مكتب تحقيق واسط. وأضافت أنه بناء على ذلك قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب. أعلن البنك المركزي السوري خفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار الواحد ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار، وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار. وتزاد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما، إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم. ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات أكثر على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الحياتية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدول الآسيوية هي الأكثر امتلاكاً للسندات الأمريكية، مبينة أن امتلاك الدول العربية لتلك السندات في القارة الآسيوية بلغت أكثر من 244 مليار دولار. وقالت الخزانة إن الدول الآسيوية استثمرت أموالها في السندات الأمريكية أكثر من بقية الدول في القارات الخمس، مشيرة إلى أن مجموع ما تمتلكه دول العالم من استثمار في هذه السندات يبلغ 7.661 تريليون مليار و733 مليون دولار. تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف بعد ارتفاعها بحدة في النصف الأول من الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا لتصل عند 108 دولارات و64 سنتا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا لتصل إلى 103 دولارات و76 سنتا للبرميل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت من أنه اعتبارا من آيار فصاعدا قد يتم إغلاق ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي بسبب العقوبات أو الحظر الطوعي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.